السلام عليكم زبائن الكرام، جيناكم بعرض جديد من بيت الأوروبي الحديث للتسوق الإلكتروني. وكالتالي هالمرة راح تجيكم سلة شهر رمضان المبارك بأجهزة متنوعة عديدة مع هدايا. هذا العرض متكون من 8 قطع أجهزة كهربائية كلها تخدم المطبخ العراقي ومحتاجيها أيضا. راح نشوف كالآتي: راح يجيك خلاط ماركة ريفال إيطالي زجاج، يعني صحي ما يحتاج أي شيء، النحاس المحولة نحاس، يعني الملف مالته نحاس، بضمان سنة كاملة من البيت الأوروبي الحديث التسوق الإلكتروني. راح يجيكم كل الأجهزة مرة سنة كاملة، أخذنا دعم من الشركات بسنة كاملة كل الأجهزة. راح نسوي أول شيء الخلاط، راح نسوي لكم به تجربة. هذا الخلاط هو الزجاج، فتحة، خلينا بهذا البطل الزجاج، شوف دقيقة، خلي هذا البطل الزجاج، خلينا نصوره صح والقبقة قبقة. وراح نبينكم على السرعة أول شيء، السرعة الأولى بسرعة أولى وسرعة ثانية، إضافة إلى التربو هذا المكسر بكسر الزجاج. هسه كسر خمس ثواني، إحنا ما نريد، قلنا 5 ثواني. شوف شنو صار بالزجاج، أصبح الزجاج كله محروس. هسه هذا شوفه طحين، هاي ب5 ثواني. هذا الخلاط كفو جدا وبضمان، قلنا سنة كاملة، ماركة ريفال إيطالي، هاي الماركة مالته. شنو بعد؟ راح تجيك المحضرة العملاقة، طبعا لأول مرة نعرضها إحنا، ماركة ريفال الستة لتر، هذه الستة لتر المحرك العملاق الكبير، يعني هم المطاعم صراحة، واحنا خليناها بالعرض بوجود كمية وبسعر مناسب دعم شهر رمضان المبارك. شوفنا المحرك مالتها ضخم، محرك عملاق، هاي فولاذ، شو قاعد تشوفه؟ الدشالي كلها فولاذ وحديد، فايضا راح نجعل الطازة مالتها 6 لتر، يعني نشيل 3 كيلو لحم خلال شقد؟ خلال ثواني. 6 لتر خلال ثواني، هاي 3 كيلو لحم تسوي لك اياهن مهروسات ومثل. اضافه الى شنو؟ بها نظام السيفتي، جاهزه ما تصور لهم شلون النظام. تشيل المحرك اول شيء، نظام السيفتي وكله فولاذ. شوف هسه هذا اذا اشركم عليه، هذا فولاذ، هذا كله فولاذ، طلع القبق مالته. يلا عم تسلم منهم، هاي نظام السيفتي بسكاكين، طبعا هاي السكاكين الاربعه الحادات لكل، حتى يستخدم بالمطاعم تقدر، يعني عنده عائله كبه لحم كل شيء. هسه احنا راح نخلي هذا نص كيلو لحم، قلنا مثل ما قلنا 6 لتر يعني 3 كيلو لحم يشيل، وخلال ثواني كبه ايضا كل شيء يسوي بنظام السيفتي. هسه راح نشوف نحسب ل5، شوف شلون هاي من هنا تنقفل، هسه انقفل يعني ما يقدر الطفل يلعب بها. اضافه الى شنو اذا تقص صحيح، هسه اذا ما تقص بالضبط، هسه قاعده بيها زر تشغيل، هذا زر تشغيل للامان، واضافه الى الجهاز الكبس الامان. الان راح نحسب لك 5، 1 2 3 4 5، قاعد احسب من 5، يعني ان شاء الله 5 ثواني مو اكثر. هي افتح الجهاز الامان وطلع وشوف اللحم، خلي شوفه هذا اللحم اصبح مهروس. اذا هاي قلنا المحضره ستيل دشالي حديد ماركه ريفال ايطاليه لاول مره، هي سعرها ب 45000 على فكره، وخليناها بالعرض دعما ليكون شهر رمضان مبارك، لازم ندعمكم باشياء حلوه. راح يجيكم ايضا شنو؟ راح تجيكم هسه احدى السلعتين محتاجيها، اما طباخ ماركه سيلفر كريست معروفه هذه الماركه، او شوايه كليتشه ماركه كراون بضمان، قلنا سنه، بضمان سنه كامله، تختار واحد من ذولي. من شو اسمه هسه صار شقد؟ 3 سلع كهربائيات قلنا، العملاقه المحضر العملاق، المثرام العملاقة، 3 كيلو لحم، كبة، كل الخضروات، كل الأشياء، إضافة للخلاط الريفال الإيطالي، الزجاج بضمان سنة، والطباخ هاي السلعة الثالثة أو الشواية الكليتشي. هسه شنو بعد؟ راح تجيكم هاي المبراشة العجيبة، بيها هواي فيديوهات وش اسمه، وتعرفوا المبراشة يدوية سهلة، تحتوي على 3 مصافي، يعني 3 مصافي ب3 أشكال، هذا مصفى وهذا مصفى وهذا مصفى، نعم كل واحد يطلع، واحد يطلع شرايط، واحد يطلع حلقات، والاخر يطلع خيوط. هذا مع العرض، هاي السلعه الرابعه. هسه شنو السلعه الخامسه والمهمه جدا؟ راح تجيكم مهراسه كهربائيه ماركه كراون، ماركه كراون يعني ماركه اوروبيه معروفه. وشنو اللي بيها ميزه؟ اول شيء تنفصل، شوفوا شلون تنفصل، عمود واحد يغسلها في الشيء منها، كل بكل سهوله منها، دقم كثير منها ومنها اخي بوسي، بالضبط هاي تنفصل، هاي مو تقدر تستخدمها بسهوله. اضافه لشنو؟ هي بلاستيك فايبر كلاس، ما تنتل ولا كل شيء، وماركه كراون ومنقوش عليها كراون. بعد شنو؟ راح تجيك طاحونه ستيل 50 غرام، شوفوا معي شلون هاي الطاحونه،
ايضا تستخدم لطحن الحبوب والمكسرات وبقيه الاشياء. هاي طاحونه ستيل ماركه اوروبيه ايضا. هاي السلعه السادسه، السلعه السابعه راح يجيك ترمز من هذه الترامز، اشكال متنوعه من العالم. ترمز احمد هاي ويا العرض. بعد شنو؟ راح تجيك مبراشه يدويه، وهاي مبراشات او سكين، هاي هديه مال العرض، صرف من اجهزه. واهلا وسهلا بكم وميت